وفاة لطفل يقول ذووه في بغداد أنها جراء تسمم بعد تناوله ساندويشة برجر، أو على الأقل هذه رواية ذويه الذين التقيناهم وهم في صدمة كبيرة. هيثم الذي كان بعمر 9 سنوات يرجح أفراد عائلته أنه تسمم بالمايونيز. تسمم يا أبا، كل من كابتني والله يوفقه، حسبي الله ونعم الوكيل. أبا 9 سنين وحدية، 9 سنين وحدية. شنو اللي اشترى؟ همبرجر دجاج. ويرقد عدد من المواطنين في الأعظمية في ردهات العلاج، فيما لم يثبت لغاية ساعة إعداد التقرير ترابط حالات التسمم الجماعي. لشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.